صباح الخير على كل المتابعين وكل سنة وانتم طيبين، واتمنى لكم يوم وعيد سعيد. في طريقنا الى احد الجوامع الشهيرة بمنطقة حدائق الاهرام عشان يعني نعيد الحدث اللي بنصوره كل عيد، وهو صلاة العيد باحد جوامع حدائق الاهرام. يلا بينا. زي ما احنا شايفين توافد المصلين الى المساجد المختلفة لاداء صلاة العيد الاضحى المبارك، وطبعا سامعين صوت التكبيرات الجميلة موجودة في كل المساجد، يبتهلون ويتضرعون ويكبرون الله على ما أعطاهم من نعم. أجواء إيمانية جميلة جدا لما الناس بتنطلق للذهاب إلى المساجد لأداء الصلوات. احنا داخلين على الجامع الجميل بتاعنا اللي ان شاء الله هنأدي فيه الصلوات، صلوات عيد الاضحى المبارك، وده يعني شكل اطار خارجي بمجرد علامة فيها مأذنتين وقبلة كده نصف دائرية جميلة. وبرضو بنتابع توافد المصلين الى هذا المسجد الكريم لأداء الصلوات، صلوات عيد الاضحى المبارك. المسجد بتاعنا الجميل اللي هنأدي فيه الصلوات كالعادة بيعد بمئات المصلين من أجل أداء الصلوات، وكالعادة بيكون هناك يعني بعض الناس والشباب المتطوعين الجمال اللي يعني بيقدموا المشروبات والحلوى للأطفال. زي ما احنا شايفين يعني دول مجموعة من الشباب المتطوعين اللي بيقدموا الحلوى للأطفال، وده المسجد أو الساحة الخارجية للمسجد بتاعنا حدائق البنا اللي إن شاء الله هنأدي فيه الصلوات بتاعتنا. وشايفين مجموعة من الشباب الجميلة يعني مجتمعين عشان ياخدوا مجموعة من الصور التذكارية لهذه المناسبة الجميلة، وده المسجد من جوه. زي ما احنا شايفين توافد مئات المصلين الى المسجد لاداء الصلوات المختلفة. الاجواء ايمانية وروحانية كلها بهجة وسعادة. واحنا بنصور في احد مساجد مدينة حدائق الاهرام، وهي اللي موجودة بمحافظة الجيزة تبع القاهرة الكبرى العاصمة. خلاص الناس انتهت من صلاة العيد على خير، ودلوقتي خطبة العيد شغالة والناس بقى هتبتدي تنطلق. شوفوا البلالين الجميلة، لمظاهر الاحتفالات الجميلة. يعني أجواء جميلة جدا، أجواء كلها فرحة وسعادة. شوفوا في يعني احد الشباب او الاطفال موجود في المأذنة بيرمي بلالين على الناس. وشوفوا هنا برضو من الحاجات الجميلة ان هما بيوزعوا هدايا وبيوزعوا عصاير على الاطفال الصغيرة بعد انتهاء العيد، صوبيا وبرتقان وحاجات حلوة زي ما احنا شايفين. دي برضه من المظاهر الجميلة، مظاهر احتفالات العيد الجميلة، ان هما بيوزعوا مشروبات مختلفة على المصلين. وهنا برضه في استمرارية يعني البلالين انها تكون موجودة في كل حتة، وهنا الناس خارجة من المسجد بعد أداء صلاة العيد. يعني أجواء إيمانية جميلة جدا جدا. يعني قدر الامكان حاولت ان انا انقل لكم
مزار احتفال العيد عيد الأضحى المبارك بأحد أشهر الأحياء يعني الموجودة بالقاهرة الكبرى، وإن إزاي الناس سعيدة ومبتهجة، وإحنا دلوقتي خلاص خلصنا صلاة. يعني أتمنى أن يكون الفيديو جميل قدر إن هو ينقل الأجواء، أجواء احتفال المصريين بالعيد. خلونا بس نصور البلالين اللي ورانا دي، يعني أجواء وحضرتك بساعة وسلامة، أجواء جميلة جدا جدا. يعني أنا أحاول برضه أرفع الكاميرا عشان أجيب لكم الأجواء وإن إزاي الناس منتهجة، وهي يعني انتهت من أداء الصلوات، صلوات العيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يعني تكون أيام مباركة وأيام سعيدة علينا جميعا، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله نتقابل في صلاة عيد الفطر المبارك لرمضان القادم إن شاء الله 2024. شكرا.